من هنا من ميدان الطائف لسباقات الهجن، من هنا من مهرجان سيدي ولي العهد الأمين للهجن، في هذا اليوم يوم الثلاثاء 20 من شهر صفر لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، 5 من شهر سبتمبر لعام 2023. شكرا للقيادة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه، شكرا لسيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه على دعمهم لرياضة الهجن العربية الأصيلة ولجميع الرياضات الأخرى، حتى أصبحت طموحاتنا في كل نجاح لا حدود ولا سقف ولا أفق لها، بل طموحات سنصل بها إلى عنان السماء. كل هذا من فضل ربي ثم بفضل القيادة الحكيمة التي تشجعنا إلى النجاحات وإلى العلا. شكري باسم جميع ملاك الهجن يتواصل، فالشكر الكثير والوفير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل وزير الرياضة، والشكر الكبير لصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن الذي يقف خلف كل تطور ملحوظ، فرياضة التراث والآباء والأجداد وصلت إلى مستويات كنا نحلم بها على بركة الله. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، تعلن انطلاقة أول أشواط هذا المساء، الأشواط الخاصة بسن الثنايا، حيث انطلاقة هذا الشوط الذي اندفع قبل قليل بأسمائه الكبيرة بشعاراته المثيرة، لننطلق نحن وإياكم لنتابع هذا الشوط. انطلقنا وعلى الله توكلنا، وانطلق هذا الشوط، الشوط الأول الخاص بالثنايا الابكار المفتوح، 6 كيلومترات، رمز بالانتظار وكأس هنالك للمالك والمضمر. مقدمة الشوط أتابع الريم اللي على المركز الأول، شعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، يتقدم بهذا الشعار العنابي القادم من دولة قطر لينطلق على أول المراكز، حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري بن عمارة على المركز الأول، يتابع لنا انطلاقة الريم، بينما المركز الثاني أتابع القدوم، وصلت أشواق هجن الشحانية تتقدم في هذه اللحظات، مقدمة لنا أشواق جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، يتقدم الشبل في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع شعار هجن العاصفة يتقدم وينطلق في هذه اللحظات، من قدم لنا الشاينية في ليلة البارحة مختطفة، رمز الجذاع المفتوح يتقدم من جديد ويقدم لنا الشاينية بشعار بشعار هجن العاصفة وغياث الهلال، يتابعها هذا الشعار القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما أتابع هناك هذا الانطلاق الواصلة جواهر عامر بن راشد بن راية المري، يقدم لنا جواهر لتصل بهذا الانطلاق، لتصل مع هذا الاندفاع مهاجمة بدورها المراكز الأمامية
الأمامية الأولى لينطلق ليمثل أبناء المملكة في هذا الشوط، في هذا التحدي، في هذا الاندفاع الكبير. انتصفت المسافة يا أخواني، يا من تتابعون، يا من تراقبون، يا من تضمرون وتسايرون، انتصفت المسافة 3 كيلومترات. روحت يا أخواني 3 كيلومترات، تتبقى اللي على المركز الخامس، معاني قادمة على المركز الخامس، حمد بن راشد بن سعيد البريص المري العالمي بن راية قادم باسم آخر، أتابع أسماء قادمة من المراكز الخلفية، ولكن خلوني باروح وبعود، بعود وبروح إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. الريم 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 اللي جفلوها على الصدارة، جفلوها على مقدمة الشوط. تنطلق الريم بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد آل ثاني، يقدم لنا الريم. يا بن عمارة، يا حمد، يا بن طالب، يا الجربوعي، يا المري، يا من تتابع هذا الشعار وانطلاقته واندفاعته منذ البداية وهي سارحة على مقدمة الشوط. ما في عينها إلا الرمز، ما في عينها إلا الكاس. إن لم يكن للبقية كلام آخر، 2 كيلومتر يا من تتابع، هي ما يتبقى على نهاية الشوط. الشحانية وشعارية القادم وبكل قوة تقدم لنا أشواق جابر بن سالم بن فاران. المري قادم على المركز الثاني، يتقدم يهاجم بأشواق، أشواق لا تزعلون، أشواق على المركز الثاني. من يزعل أشواق؟ يزعلني. المركز الثالث، هجرة العاصفة قادمة 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 قادمة، هجرة العاصفة مع الشاهينية، الشاهينية، هجرة العاصفة، الاسم الخطير، الاسم الكبير، بدأت تعاود منافساتها الكبيرة العاصفة، وأشواق بدأت تهاجم الصدارة. بالراية على المركز الرابع، بالراية يرفع راية التهديد، لا يرفع راية الاستسلام أبدا. بالراية هناك وجواهر وعامر بن راشد بن راية. المري المركز الخامس، هجنة الشحانية هجمت عن من المراكز الخلفية، عينها على الرمز، عينها على الكاس. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ لمن الرمز المفتوح يا اخواني؟ لمن؟ الصدارة هناك، الصدارة، الصدارة قطرية، قطرية شحانية، شحانية ولا مع الريم؟ الريم الريم الريم، شعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن حمد آل ثاني. ما شاء الله تبارك الرحمن، العصا في الابطان، ما حركها الجربوحي، ما حركها الجربوحي. انطلقت الريم، الريم اللي ذيروها، الريم اللي جفلوها، الريم اللي راحت مع الرمز، مع الكاس، بدون اي اوامر. ثقة، ثقة هي للكبار، ليست الا للعمالقة. يا حمد، يا بن طالب، يا الجربوحي، يا المري، يا من تساير الريم، ما شاء الله تبارك الرحمن. اعصابه يا اخواني في ثلاجة، اعصابه يا اخواني في فريزر. الجربوحي، الجربوحي غادرت وطارت 500 متر اخيرة، 500 متر خطيرة. لا والله ما فيه شيء خطير، لا والله ما فيه شيء كبير. الجربوحي، الجربوحي، وشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، بدون أوامر. العصا في الإبطان، يا أخوك، يا أخوك، يا حمد، يا بن طالب، طالبك عصا في إبطانها، طالبك. لا 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 لا، ما سمع الكلام الجربوعي، وروح بالفوز، روح بالانتصار.
اليسار. هذه يا جربوحي ماهيب والله تستاهل العصا، لا والله ولا هيب تستاهل الضرب يا راعي الريم يا راعي الريم. سلام سلام إلى أبناء دولة قطر، سلام إلى شعري سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع الريم الريم الريم. حمد بن طالب الجربوحي يا خليل يا البلوشي، الله الله الله، تهانينا والنماس لمالكي الريم شعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. ومشكور يا حمد يا بن طالب يا الجربوعي يا المري، من انتصر مع الريم وخطف رمزي هذا الشوط. المركز الثاني غزلان محمد بن عتيق بزيتون الميري، المركز الثالث كان شعار المركز الثالث. هناك انطلاقة شعار مبارك بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي مع جريرة، والمركز الرابع كانت هنالك هجن العاصفة مع الشاينية غياث الهلالي، والمركز الخامس هجن الشحانية على المركز الخامس كانت بهذا الانطلاق. مشكور يا أخوي يا ركان يا بن خضر يا العتيبي، شوف الريم شوف شوف هذا الانطلاق، شوف الرمز المفتوح يغادر مع أبنائي دولة قطر. الريم 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 شعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني انطلق بالريم بتوقيت زمني مقداره 9:18 97 جزءا من الثانية. الريم تخطف هذا الرمز المفتوح بشعار الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. مشكور يا حمد يا بن طالب يا الجربوعي. المركز الثاني غزلان 9:23 89 جزء من الثانية. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث، كان الوصول من شعار زعفران. هناك من حضرت بالمركز الثالث بانطلاقة سالم بن عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، أيضا بن ذيبان بالحلوس حل بالمركز الثالث مع زعفران 9:23 95 جزءا من الثانية. المركز الرابع هجن العاصفة مع الشاهينية 9:27 7 أجزاء من الثانية. المركز الخامس الثمامة بشعار هجن الشحانية 9:27 40 جزء من الثانية.